أنا استقبلت السيد الوزير وتكلمنا عن كل شيء ولكن لم يرد بتاتا في الحوار الذي حصل بيننا لم يرد بتاتا الكلام عن الجبهة المشتركة لمحاربة الإرهاب مذهبيتنا في الجزائر مرجعيتنا الدينية الوطنية في الجزائر مرجعيتنا الفكرية والأيديولوجية في محاربة الإرهاب كفكرة لا تتشابك مع خلفية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وزارة شؤون دينية والأوقاف معنية بخصوص الجمهورية الإسلامية الإيرانية باتفاقة تعاون ليس فيها تبادل العلماء ما صدر في وسائل الإعلام ونطلعت عليه في وسائل الإعلام من أن المجلس الإسلامي الأعلى مستعد لإحداث حوار وتبادل العلماء وفتح حوار من أجل مرجعية مشتركة ضد الإرهاب أنا أكاد أقول أنه لا يمكن أن ينبع من الدكتور غلام الله أبو عبد الله أنا عندما أقول للوكالات اختاري ما شئت من العمارات واختاري ما شئت من الأدوار ولكن لن أدفع دينارا واحدا زيادة على 5370 ريال سعودي هل قيدت الوكالة؟ أنا لا أقيد الوكالة أنا أدافع عن قدرة الجزائريين في أداء الحج وقدرة الجزائريين في أداء الحج أنه ما يفوش 50 مليون الآن الوكالات السياحية اللي باغية تعمل كلها كلها أجرت في مستوى 5370 اللي ما قدرتش تاجر ثلاث وكالات مازالها الان تعافر اعطينا لها عشرة افريل قلنا لها اما تاجري للحجاج اللي راهم سمين على اسمك اما تسترجع الدوله الاسره ونضمن للحجاج انه يحجوا ويلقوا اسره يسكنوا فيها